الكرك ما تفارق أحد، في البال ثابتة، بالقلب قاعدة، وبتاريخها صامدة. الكرم والكرامة والحشامة والنشامة من أصول الكركية، زنودهم مجدودة وعشائرهم معروفة، إلها مواقف رجولية وقواعد ملوكية. عمرنا في يوم ما شعرنا بأي اختلاف أو فرقة، أو يعني عايشين كعائلة واحدة، أفراحنا واحدة، أتراحنا واحدة، أعيادنا بنعيط مع بعض، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر أو عيد الميلاد، كنا عيلة واحدة. أما عن الفزعة، هم أهلها وأصلها، وقولهم فعل من أبشر لحياك الله. مرة صار خلاف بالكرك، بتزعلوا اثنين، فواحد بسحب بندقية على الثاني، واحد من إخواننا الإسلام واحد من إخواننا المسيحيين، فبصير مشكلة صغيرة، فبصير جلسة عامة يبحثوا الموضوع، فكان من الموجودين رحمة الشيخ غانم، فواحد من إخواننا كان شوية معصب، فبده لازم يجي يجيب البندقية، ولازم أحط كذا وكذا وكذا وكذا، يعني شروط قاسية، فترك الإجتماع وطلع، قال السلام عليكم، اللي بدكم اياه سووا. ما صار واصل للبيت ولا كل اخواننا جايين عليه على البيت. ابو عبد الله اعتبر الموضوع منتهي. المنسف والفطيره اكلتها الشعبيه. الاكله الرئيسيه في الكرك المنسف. يعني عندك ضيف عزيز، احسن اكله بدك تقدمها لضيفك المنسف. في الفطيره، الفطيره عرفتي شو؟ خبز، خبز لازم يكون عويس، بخلطوه في اللبن، هذا فطيرة، هي فطيرة الدجاج، الدجاج مع اللبن مع خبز عويس، هاي الأكلة الثانية بعد المنسف، مع سمن بلدي وسلامتك، هاي الأكلات يعني الرئيسية اللي هي الفطيرة والمنسف. الكرك فيها مساحة جمالية وقدوة تاريخية، مباني سكنية وأثرية تروي قصص وحكايات، إلها قيمتها ومكانتها بقلوب كل الأردنية. تجمعنا عائلة واحدة، لا فرق بيننا، عمر ما كان الدين حاجز بيننا أو مجال لخلاف.